رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم مره اخرى. ان العين حق والسحر حق في القران الكريم. الم يطالبنا القران الكريم بالاستعاذه من شر حاسد اذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الوسواس الخناس، ومن شر الجنه والناس؟ الم يبطل سيدنا موسى عليه السلام سحر السحره؟ وهذا كان سبب إيمان السحرة به وعلامة باردة لنبوته، ولكن يحتاج الناس للتوعية بهذا الكلام اللي احنا بنقوله طبعا، حتى لا يتفوهوا أو لو لم يتوهوا في عالم السحرة والمشعوذين والدجالين. معنا ومعنا في الاستوديو ومنورنا، وهنرحب بيه حالا معاكم أعزائي المشاهدين، الشيخ إبراهيم الدرملي، معالج بالقرآن والرقية الشرعية. أهلا وسهلا بحضرتك الشيخ. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا بكم. حضرتك نورتنا، ربنا يكرمكم يا رب ويحفظكم. أول سؤال لحضرتك، يعني ما هي أغرب حالة، ما هي أغرب حالة مرت عليك فيما يخص هذا الموضوع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا السحر كما تفضلت الأستاذة ميسة وقالت العين حق والسحر حق. الله سبحانه وتعالى ذكر السحر في القرآن، والسحر موجود في القرآن ولا ينكره أحد، لا المسلمين ولا غير المسلمين. وطبعا الحالات في السحر حالات كثيرة جدا وحالات غريبة جدا بتقابل الواحد في مرحلة العلاج بالقرآن. يعني من ضمن الحالات اللي مرت عليا، كان في حالة، الحالة دي تعبانة، يعني كان لها تقريبا 17 سنة عليها جن. 17 سنة طبعاً، فترة كبيرة أوي عمري طبعا. 17 سنة، وجابوا كل تقريبا يعني معظم الشيوخ اللي هم المعالجين بكده. وللاسف في بعض الناس اللي عندهم الحالات دي بيجيبوا اي حد. تمام. طبعا هم في هم طبعاً. وفي طبعاً. يعني في كرب كبير، معذورين اكيد، فمعذورين طبعا. يعذروا بجهلهم فقط. تمام. فبيجيبوا اي حد. المشكله في اللي بيجي ده ممكن ما يعرفش يتعامل ازاي مع الحاله اللي موجوده. اكيد. فكنت أنا يعني من ضمن الناس اللي راحوا للحالة دي. والحمد لله طبعا لا أدعي يعني أن أنا البطولية في الموضوع ده. كله طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى. فلما رحت للحالة دي، هي كانت واحدة ست، وكان بيحضر عليها جني، والجني ده كان يهودي. طبعا أنا بالنسبة لي في التعامل مع الحالة ما لا اعتمد على تشخيص من قبلي ابدا. يعني لو قالوا لي في شيخ جه وقال السحر الجن اللي موجود ده يهودي مسيحي مسلم، انا لا اعتمد على كلام من قبلي ابدا. دايما انا اعمل ايه؟ ايوه، انا بعرف انا بشخص لنفسي يعني. لان التشخيص السليم ده هيديني، هيخليني ادي علاج سليم. تمام. لازم لو شخصت صح هدي العلاج السليم. اكيد طبعا. لكن لو شخصت غلط هبدا اعمل ايه؟ هدي علاج غلط. أكيد. وتفضل الحاله تعبانه. فشخصت طبعا سليم وتركت كلام من قبلي، وقلت ان ده مش سحر، ده مس. والمس ده تحول من مس عادي لمس عاشق. ازاي دي؟ ازاي؟ عايزين نعرف ايه الفرق يعني بين ايه الفرق ما بين المس والسحر؟ تمام. حاجه تمام. الموضوع ده كبير برضو شويه. ايوه، فعجالة. المس ان جني يتلبس بالجسد. تمام. والمس اصلا في كذا نوع. اكيد. في جن خارج الجسد ده بيبقى مس خارجي، وفي جن داخل الجسد ده بيبقى جن داخلي متلبس بالجسد. طب هقطع حضرتك هنا. ازاي وربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين وخلق الجان من نار؟ كويس. صح كده؟ كويس. طب ازاي يتفقوا؟ طيب لما يكون ربنا سبحانه كان وتعالى عفوا، ما هي الطين حيردم النار. طيب كويس، ده سؤال جميل جدا. تمام. حضرتك دلوقتي انسانه مخلوقه من طين. اكيد. لو انا جبت طوبه وضربت حضرتك بيها ايه العمل؟ هتعور طبعا. ما هي طينه برضه. ايه المشكله في كده؟ طيب. لا، فالجن من نار. الله سبحانه وتعالى خلق الجان من نار. من مارج من نار. تمام؟ فبيعمل ايه الجن اصلا؟ زي الايه؟ هوائي.
مش ملموس ما تعرفش تمسكه. تمام مظبوط. فمثلا الباب والكلام ده كله لا يمنع الجن. تمام. فما تعرفش تمسكه. الجن بيعمل ايه؟ الجن عايش معانا في وسطينا. انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. هم شايفيننا واحنا مش شايفينه. بالظبط. فربنا اعطى الجن قدره ان هو يتشكل في اي صوره. في صوره حيوان، في صوره انسان، في صوره اي حاجه. بالزبط. وربنا سبحانه وتعالى اعطى الجن ان هو يخترق جسم الانسان، اعطاه له قدره ان هو يخترق جسم الانسان. تمام. وانا اعرف انا كشخصي انا اعرف كيف ان انا ما أيوة. مسحور يعني. ده كويس. ده سؤال كويس. اعرف ازاي ان انا ركبني جن او حاجه جن. أيوة. بس زي. السؤال ده كده هيخرجنا عن الحاله اللي هي ايه السؤال. لا ده سؤال مهم. انا عن نفسي انت ارعب تاني يعني. اغرب الحالات اللي هي مرت هنرجع له الاول بعد كده اجيب. طب اتفضل. الحاله دي لما قرات عليها تمام. طبعا اول ما الانسان اول ما الشيخ مثلا قبلي بيجي يقرا عليها يحضر الجن ويقول انا مش هخرج منها وانا بصوت 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 راجل. هي واحده ست بيتكلم بصوت راجل. اعوذ بالله من الشيطان. فانا بدات اقرا عادي قراءه عاديه وحضر الجن وقال انا هقول لك هخرج منين وانا هقول لك مين جابني ومين ودي. طبعا الكلام ده كله انا لا يعنين. مثلا الجن لما يحضر على الحاله انا وظيفتي ايه او انا مهنتي ايه او عايز اعمل ايه انا دلوقتي. انا جاي عايز ربنا يجعلني سبب في شفاء هذه الحاله. مش هينفع بقى انا اساله انت اسمك ايه ومسلم ولا مسيحي وجاي منين ورايح فين وهنقعد بقى ايه نتكلم. ده اصلا كله الجن اصلا فيهم كذب كثير. المهم فقرات وحضر فقال لي انا هخرج وانا طبعا سايبه يتكلم براحته وانا شغال قراءه لحد ما بفضل الله جيت عند ايات معينه والحمد لله زي صرخت صرخه كده. فكانت بتعمل الموضوع ده كل ما حد بيجي يقرا عليها. فلما صرخت الصرخه دي هم ظنوا ان زوجها كان موجود ظن ان هو خلاص الجن خرج. فانا قلت له لا لسه براحتي انا اللي هقول خرج ولا لسه. فالجن مكار بيعمل كده علشان يوهم الراقي ويوهم انه خلاص يعني طلع هو خلاص خرج هو لسه يعني. موجود. هم فضلت اقرا كذا مره لحد ما صرخ ثلاث صرخات ورا بعض طبعا متفرقات لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اراد الشفاء وخرج فعلا. وبفضل الله الكلام ده من حوالي اربع سنين او خمس سنين حتى الان الحمد لله اللهم لك الحمد. بس كان جن ايه بقى؟ يهودي ولا ايه؟ برضه لا يعني لا يعني لا يعني ما انا كنت عايز اعرف هو استاذ ميسى بس انا مش هصدقه اصلا. هو ليه الحاجات دي يا استاذ ميسى؟ هل هو قراءه القران ليها اجزاء معينه لقراءه هذا الايات؟ طبعا الشرعيه الركن الشرعي كله القران كله شفاء وبركه. في ايات تؤثر تاثير شديد وفي ايات تؤثر تاثير خفيف. ما حصلكش رهبه خوف؟ لا الحمد لله. لا لا ده احنا اتراعنا طبعا الايات الايات اللي هي الاقوى ايات في الموضوع ده اللي هي ايات الرقيه الشرعيه اللي هي ايات سوره البقره الايه رقم 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين وايات اللي هي فك السحر كلها يعني. نرجع بقى للسؤال اللي هو ايه؟ كيف تعرف انك مسحور؟ كويس. ازاي تعرف ان انت مسحور؟ اولا انت بتيجي ليه للشيخ تقول له ارقيني؟ لازم يكون عندك اعراض. تمام. الاعراض دي اللي هي ايه؟ الاعراض ممكن تتشابه، تكون اعراض سحر، تكون اعراض مس، تكون اعراض عين، تكون اعراض حسد. ممكن ما يكونش فيه حاجه من الحاجات دي خالص ويكون الموضوع عامل نفسي بس. يكون وهم ايحاء نفسي بس. وهم ان انا تعرف ازاي ان انت مسحور؟ التغيير ده باختصار بقى علشان الموضوع ده فيه كلام كتير جدا. التغيير المفاجئ من غير سبب، من بغض لحب، من حب لبغض، من غير سبب. مثلا الحياة تنقلب رأسا على عقب. تحس مثلا باكتئاب، تحس ان انت متضايق، تحس ان انت مش طايق الدنيا. بتكون خاصة موضوع الأسئلة اللي هي ايه اللي هي السحر اللي هو بيكون في التفريق بين الزوجين. ده دايما تحس ان وانت خارج البيت بتكون كويس وحياتك زي الفل ونفسيتك كويسة. اول ما بتدخل البيت بتحس باكتئاب وضيق وممكن تتخانق مع زوجتك، ممكن تتخانق مع اولادك من غير سبب. من غير سبب. مش طايق البيت. يبقى ده كده سحر بالايه؟ بالتفريق. بالتفريق ده سحر. دي علامات. ممكن تشوف مثلا احلام معينه. احلام معينه تشوفها في المنام مثلا كحيوانات مفترسه، احلام مزعجه، اعتداءات عليك. تعرف ان انت مش طبيعي. طب ايه راي حضرتك في السحر بتعطيل الزواج والتفريق بين الزوجين؟ الموضوع ده منتشر وتقريبا هو يعني معظم السحر بيكون في الموضوع ده خاصه حالات كتير خاصه في التفريق بين الزوجين. حقيقي كتير جدا. السحر تعطيل الزواج ان شخص
وطبعا بيكون انسان يعني خبيث وماكر بيذهب ايضا لساحر ماكر وخبيث مثله، فبيقول له ايه، انا عايزك تعمل لي سحر لفلان او لفلانه من الناس ان هي ما تتجوزش او ما يتجوزش. فالساحر بيعرف اسمه، اسم الشخص اللي عايز يعمل له السحر، واسم امه، يقول له اسمها ايه واسم امها ايه، او اسمه ايه واسم امه ايه. يبدا يعمل ايه، عايز يسحر له بتعطيل الزواج. لو حد خاطب رايح يتقدم للبنت دي او للفتاه دي، ممكن الاول يشوفها بصوره كويسه جدا ويروح ويتكلم مع اهلها وزي الفل مفيش اي مشكله، واول ما يخرج خلاص صدره بيضيق وبيكرهها. وممكن يشوفها في صوره قبيحه، مع ان هي تكون جميله وكده، يشوفها في صوره قبيحه. هو قاعد يعني هو مش الشكل ده اللي هو شافه قبل كده، ومش ده يعني هو شافها كويسه وجميله عشان كده راح يتقدم ليها. فبعد ما بيخرج بيشوفها في صوره قبيحه، فيبدا يعمل ايه، خلاص يسيبها يتركها خلاص. ونفس الموضوع عند طب حقيقة ما هي حقيقه الجن العاشق ده، يعني ايه جن العاشق؟ الجن العاشق ده خد اكبر من حجمه في وسط كثير من الناس. مظبوط. الجن ده اصلا جن عادي، المفروض ان هو جن عادي خالص زي اي جن. والجن طبعا مامورون، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للثقلين الجن والإنس، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كمان مش لل. فالجن العاشق ده بيعمل ايه، بيتلبس بالجسد، خلاص تلبس عادي. طبعا التلبس برضه ليه اسباب، تلبس بالجسد بيكون ليه اسباب، اللي هو ايه، الغضب الشديد او الانكباب على الشهوات او الفرح الشديد، طبعا بدون ذكر الله. او ان جني بيتلبس بالجسد اعتداء، زي ما بنشوف مثلا في الانس، واحد ممكن يعتدي على واحد كده من الانس عندنا، ايوه، من غير سبب، يعني اللي هو ايه، عايز يعمل معاه مشكله وخلاص. بلطجي مثلا، برضه الجني فيهم بلطجيه، الجن فيهم كده، ان هو بيتلبس بيعتدي على الانسي من غير اي سبب. يعني حتى كان يقال يتلبس الجني بالانسي عن شهوه وعن جهل، او انه الجن ده مثلا ظلم، او مثلا ايه، حد من الانس اعتدى عليه او على حد من اسرته، فالجن بيعمل ايه، يعاقبه باكثر مما يستحق. لا اله الا الله، فيهم جهل كثير يعني. أيوة. فيبدا الجن ده يتلبس بالجسد ويعمل ايه، لما يتلبس بالجسد ويقعد فتره كبيره يعشق هذا الجسد. يسيطر. بيحب الجسد ده. أيوة. لما بيعشق الجسد بيعمل ايه، خلاص مش عايز يخرج منه. فاسمه، علشان كده اتعمل بقى اسمه الجن العاشق، لكن هو في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها جن عاشق، هو جن عادي، ولما تلبس بالجسد وقعد الفتره دي عاشق هذا الجسد. طيب قول لنا بقى، ايه هو السحر السفلي وايه هو السحر اللي بيدفن في المقابر؟ السحر السفلي ده بيكون اخطر الانواع. السحر السفلي والسحر الاسود ويعني اسماءه كثيره. ده بيتعمل، علشان يتعمل يعني، اولا لازم نعرف ان السحره درجات، زي اي حد من الناس، المهندسين والدكاتره والمشايخ والمدرسين وكله فيهم مستويات، في واحد توب واحد لسه في البدايه. السحره نفس الموضوع. لما يكون ساحر ماهر في سحره واشد كفرا لله، سحره بيعمل ايه، بيأثر اكثر. لما يكون ساحر لسه في الف باء، ده بيبقى ده عادي. اللي بيعمل السحر السفلي ده او السحر الاسود، دول السحره العتاه اللي هم المهره الاقوياء، ما يعملوش الا على شيء محرم. لازم يرتكب كبيره. لازم يرتكب كبيره علشان الجن يسمع كلامه. هو اللي بيعمل السحر ده مش عارف انه ده حرام، واللي بيقرأ واللي بيجهز له السحر ده مش عارف انه هو عارف حرام. هو عارف. وفي كويس، انا افتكرت الموضوع ده. اي حد بيذهب للساحر، خاصه الساحر الماهر، اول حاجه الساحر بيعملها له، بيعمل له ايه، بيسحر له هو. لا اله الا الله. عارف ليه؟ علشان يرجع له على طول. يفضل تحت طوع. يعني يبقى تحت طوع على طول. اي مشكله عندك تعالى لي وانا هعملها لك. دي اول حاجه. فالساحر لازم يعمل الحاجات دي على اشياء محرمه. يعني مثلا بارتكاب معصيه كبيره، مثلا يعملوا على، انا مش عايز اقول علشان برضو الناس ما تاخدهاش، ولو حد حب يعمل حاجه ما لكن بيعملوها بايه، باشياء محرمه. كل ما يكفر بالله اكثر، كل ما الجن يطيعه اكثر. علشان كده الساحر حده في الاسلام ايه، حده في الاسلام ايه، القتل. الساحر ليه؟ لانه بيؤذي ناس كتير.
جدا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من ذهب إلى دجال أو كاهن أو ساحر أو عراف كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي قال كده. ايه العلاج ده من ان احنا نستوقف منه؟ كيفيه الوقايه او كيف اتحصن منه بصراحه يعني، لان الواحد كده كيفيه الوقايه من الحاجات دي. طبعا الحاجات دي منتشره جدا طبعا ولا يكاد يخلو، يعني مش عايز برضو يعني ازود الموضوع شويه، لكن الموضوع منتشر جدا جدا، خاصه مع البعد عن الله وضعف الوازع الايماني، فالموضوع ده انتشر خالص يعني. الوقاية بقى نعمل ايه علشان نقي انفسنا من السحر او من الحسد او من العين او من المس؟ تمام. اول حاجة نحافظ على الصلاة في اوقاتها، ونفعل كل الطاعات، ونبتعد عن كل المعاصي. احنا معنا دقيقتين بالظبط، هنسيبك توجه اللي انت عايزه للرأي العام. تمام. وانصحهم يعملوا ايه؟ طيب. لان الموضوع ده مش سهل. أكيد مش سهل. إحنا هنعمل إيه؟ أول حاجة المحافظة على الصلاة في أوقاتها. تمام. المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وكثير من الناس لما بسأله أنت أذكار الصباح عندك إمتى؟ فممكن يقول لي الساعة 10 الصبح مثلا أو الظهر، أذكار المساء بعد العشاء، دي مش أذكار صباح ولا مساء. أذكار الصباح من الفجر إلى الشروق، أذكار المساء من العصر للمغرب، والله سبحانه وتعالى يقول: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كذلك يحافظ على قراءة آية الكرسي، يحافظ أيضا على قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وخواتيم سورة البقرة. دايما يكون على طهارة، يكون على وضوء دايما. تمام. كل ما يتقرب إلى الله أكثر، كل ما يكون محصن أكثر. الأذكار دي بمثابة السلاح اللي معاك. أنت معاك سلاحك، أذكارك، سلاحك القرآن، التسبيح، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي أسلحة معاك. لو جن حبي يخترق جسمك مش هيقدر. أكيد. لو ساحر حبي يسحر لك مش هيقدر. والمؤمن الضعيف القوي خير من المؤمن الضعيف. أيوة. في عجالة يا شيخ، خلاص بقي لنا 50 سنة بالضبط. 50 ثانية ولا 50 ثانية بالضبط ولا 50 سنة؟ لا ثانية، احنا عايزين حضرتك في حلقة تانية ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله باستفادة فضيلة الشيخ، لان ان شاء الله الحوار ده يعني طبعا موضوع كبير جدا. اكيد طبعا. لكن الانسان دايما زي ما احنا بنقول كده، ان الانسان يكون يحتاط لنفسه، ويكون محافظ على الصلاة والاذكار، ويكون ليه ورد يومي من القرآن يواظب عليه. كل ما يتقرب إلى الله أكثر بالطاعات، كل ما ربنا يحفظه أكثر. ونعم بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات من هذا السحر ومن المس ومن الحسد ومن العيب ومن جميع الأمراض. ومؤخرا بنقول لكل الناس فروا إلى الله. أيوة سبحانه وتعالى. أيوة. بكل اللي حضرتك قلته، ولكن إحنا بنقول لأنفسنا والمشاهديننا فروا الى الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. احنا شاكرين افضالك يا شيخ ابراهيم، ربنا يكرمك. شكرا. ان شاء الله لنا لقاء ان شاء الله، وهيكون معنا وقت يعني نتكلم كده ونتكلم عشان احنا كده حتى نتعلم. الموضوع ده موضوع شائك ولازم نتكلم فيه كتير باذن الله. وتقول لنا الرقيه الشرعيه اللي الناس تحتاط بيها ان شاء الله، الحسن الحصين ليهم ان شاء الله. ان شاء الله. شاكرين افضالك، ربنا يكرمك. انا بشكركم جدا، وشكرا لاداره قناه الصحه والجمال وبرنامج البداية كل يوم سبت إن شاء الله. إن شاء الله. نلتقي يوم السبت القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.